أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في اسم السبوح، والسبوح من التسبيح، والتسبيح هو التعظيم والتنزيه. ومعنى السبوح هو الذي يعظم كثيراً وينزه كثيراً. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه. إني ظننت، أي أيقنت، أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعاً فاسلكوه. لماذا؟ قال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بالله العظيم آمن بالله، لكنه ما آمن بالله العظيم، بل إن الذين يعبدون الأصنام يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليست المشكلة أن تؤمن بالله، إبليس من الذين آمنوا بالله، قال: ربي فبعزتك، قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين. ليست المشكلة أن تؤمن بالله، ما من أهل الأرض إلا قلة قليلة جداً ممن عطلت عقولها إلا وتؤمن بالله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لذلك أيها الإخوة، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. بالله العظيم، العبرة أن تعظم الله، أن تعظم أمره، أن تعظم حرماته، أن تعظم كتابه، أن تعظم دينه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. الآيات التي ورد فيها اسم الله العظيم تزيد عن 120 آية. من هذه الآيات: وهو رب العرش العظيم، وهو العلي العظيم، ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم، والله ذو الفضل العظيم، منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. أنت مخلوق، هذا من فضل الله العظيم.
أمدك الله بكل ما تحتاج، هذا من فضل الله العظيم، هداك إليه من خلال الوحي، من خلال الأنبياء، من خلال الآيات الكونية، من خلال الآيات التكوينية، من خلال التربية النفسية، من خلال المصائب. واتقوا الله لما لا تتقونه ويعلمكم الله، أيام بعلمك برؤية، أيام بعلمك بمصيبة، أيام بعلمك بضيق، أيام بعلمك بنصيحة، أيام بعلمك بدرس، أيام بعلمك بتفسير، أيام بعلمك بحدث. لذلك أيها الإخوة، والله ذو الفضل العظيم منحك نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ونعمة الهدى والرشاد، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض، الكون عظيم سخره لك بنص القرآن الكريم، سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. أيها الإخوة، رد فعل التسخير الحب، أراد الله أن تكون العلاقة بينك وبينه علاقة حب، فقال لا إكراه في الدين. أراد الله عز وجل أن تأتيه طائعاً، أن تأتيه مختاراً، أن تأتيه بمبادرة منك، بيّن لك الله عز وجل أنه يحبك وينبغي أن تحبه. ومن أعجب العجب أن تعرفه ثم لا تحبه، ومن أعجب العجب أن تحبه ثم لا تطيعه. وما عبد الله من أحبه ولم يطعه، وما عبد الله من أطاعه ولم يحبه. أيها الإخوة، عما يتساءلون عن النبأ العظيم؟ والله أيها الإخوة، أنا أقول دائماً الذكاء كل الذكاء، والعقل كل العقل، والفوز كل الفوز، والنجاح كل النجاح، والتوفيق كل التوفيق، والفلاح كل الفلاح، أن تطيع الله وأن تعد لهذا اليوم العظيم عدته، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة، إله عظيم، رب رحيم، كتاب كريم، عذاب أليم، نبأ عظيم، لذلك فسبح باسم ربك العظيم. التسبيح ينصب على التعظيم والتنزيه، التعظيم أولاً والتنزيه ثانياً. ما لم تعظم ربك لا يمكن أن تنتفع من دعوته، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب، والمؤمن يعظم حرمات الله. هل من الممكن أن تلخص مشكلات المسلمين في العالم الإسلامي اليوم بكلمات؟ نعم ممكن. هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله، هان أمر الله على المسلمين فهانوا على الله. الإنسان حينما يشرد عن الله لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا، لهم صغار عند الله، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. أيها الإخوة، البطولة أن تأتي مقاييسك التي تعتمدها وفق مقاييس القرآن الكريم. الله عز وجل يقول
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. ليس الفوز العظيم أن تشتري أرضاً ويرتفع سعرها 100 ضعف، ولا أن تملك شركة عملاقة دخلها فلكي، ولا أن تستمتع بمباهج الدنيا حتى قمة رأسك. الفوز العظيم أن تعرف الله، الفوز العظيم أن تطيعه، الفوز العظيم أن تزحزح عن النار. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل حجمك المالي، وكل شأنك الاجتماعي، وكل هيمنتك مبنية على شريانك التاجي. كم قطره؟ فإذا ضاق هذا الشريان دخل الإنسان في متاعب كثيرة. كل هذا الحجم المالي والشأن الاجتماعي مبني على سيولة الدم. كل هذا الحجم المالي والشأن الاجتماعي مبني على نمو الخلايا، فإذا نمت نمواً عشوائياً انتهت حياة الإنسان. الإنسان يموت بثانية، بثانية يكون شخصاً فإذا هو خبر، يكون إنسان ذو شأن عظيم يصبح بضاعة في صندوق. أيها الإخوة الكرام، يعني لازلنا في موضوع السبوح، والسبوح من التسبيح، والتسبيح هو التعظيم، والبطولة أن تعظم ما ينبغي أن يعظم، وأن تحتقر ما ينبغي أن يحتقر. البطولة أن تكبر ما ينبغي أن يكون كبيراً، والبطولة أن تصغر ما ينبغي أن يكون صغيراً. الإنسان العظيم يتمتع بقلب كبير، يتضاءل أمامه كل كبير، بينما الإنسان إذا شرد عن الله عز وجل وغفل عنه له قلب صغير. هذا القلب الصغير يصغر أمام كل صغير، بين أن يصغر كل كبير أمامك وبين أن يكبر كل صغير أمامك، فرق كبير. أيها الإخوة، في القرآن الكريم وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا. الآن دقق، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. المؤمن له من الله حظ عظيم، اشتق من كماله، اشتق من رحمته، اشتق من عدله، اشتق من حبه، اشتق من لطفه، اشتق من غناه. المؤمن غني بالله، قوي بالله، عزيز بالله. المؤمن شخصية فذة. نصيبك من الله عظيم فكنت عفيفاً، نصيبك من الله عظيم فكنت منصفاً، نصيبك من الله عظيم فكنت عفواً، نصيبك من الله عظيم فكنت متواضعاً، نصيبك من الله عظيم فكنت رحيماً. بماذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام؟ آتاه القرآن، آتاه الوحي، آتاه المعجزات، آتاه البيان، آتاه الفصاحة، آتاه الجمال، آتاه الحكمة، آتاه القيادة، آتاه أنه لا ينسى، سنقرئك فلا تنسى. مدح بخلقه العظيم. لذلك هذه الآية أيها الإخوة، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن
فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الحظ هو النصيب، أنت بقدر ما تشتق من الله من معرفة وكمال تكون ذا شأن عظيم بين أقرانك. الآن والله عنده أجر عظيم، الإنسان إن لم يعرف الله لا يتحرك بلا أجر، لا ينطق بكلمة بلا تعويض. هذا المادي إذا رأيت شحاً مطاعاً وهواً متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه، من علامات آخر الزمان، شح مطاع، مادية مقيتة، هوى متبع الجنس، إعجاب كل ذي رأي برأيه، الكبر، كل واحد يرى نفسه محور العالم. لذلك أيها الإخوة، والله عنده أجر عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. لكن أريد أن أقف وقفة متأنية، أنت أمام طفل عقب العيد زرت أهله فقال لك بحضرة أبيه أنا معي مبلغ عظيم ببلدنا، والأب مدرس، يعني مبلغ عظيم، كلمة عظيم إذا قالها طفل أنا بقدرها 200 ليرة. لو أنه مسؤول كبير بدولة عظمى تزمع أن تشن حرباً كبيرة على بلد نفطي، فقال المسؤول الكبير أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً، الطفل قال عظيم قدرناها 200 ليرة، أما هذا المسؤول الكبير قال أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً منقدر 200 مليار دولار، 200 مليار، الرقم قفز من 200 ليرة إلى 200 مليار، من 200 ليرة سورية إلى 200 مليار دولار أمريكي. فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك، إذا قال خالق السماوات والأرض، إذا قال رب العرش العظيم، إذا قال العلي العظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هل هناك من عطاء بنص هذه الآية يفوق أن تعرف الله، يفوق أن تعرف أن الله موجود وواحد وكامل، يفوق أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى، يفوق أن تعرف رحمته وحلمه وكرمه وغناه وقوته؟ لذلك ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. أيها الإخوة، من قال حين يصبح سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة وإذا أمسى كذلك، لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، رواه البخاري ومسلم. كان عليه الصلاة والسلام إذا دهمه أمر رفع رأسه وقال سبحان الله العظيم، اللهم إليك المشتكى وبك المستعان وعليك التكلان يا حي يا قيوم. من أدق الأذكار التي رويت عن النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم. الإنسان إذا رأى الكعبة المشرفة من السنة أن يقول ما أعظمك وأعظم حرمتك، لكن المؤمن أعظم حرمة عند الله منك. لماذا؟ لأنه عرف الله العظيم. ما سوى المؤمنين عرفوا الدنيا،
يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما المؤمن عرف الله العظيم. وبين معرفة المؤمن ومعرفة غيره ما بين الله وخلقه. أخواننا الكرام، بشارة من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، يقول عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضاً لم يحضر أجله. الأمراض نوعاً، أمراض يشفى منها الإنسان، ومرض الموت لا يشفى منه. مرض الموت بوابة الخروج، كل واحد منا إذا سافر آخر مرحلة يعطوه بطاقة صعود للطائرة، يحددوا له البوابة. وأنا أقول لكم، وليس هذا من التشاؤم، كل واحد منا له بوابة خروج. في بوابة تبدأ من القلب، شيء من الكليتين، شيء من الدماغ، شيء بحادث سير، كل واحد منا له بوابة خروج، بطولته أن يستعد لهذه البوابة. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضاً لم يحضر أجله، فقال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله عز وجل من ذلك المرض، رواه الترمذي. لذلك من أجل أن تعرف الله العظيم، من أجل أن تكون مسبحاً، من أجل أن تستوعب هذا الكمال أو أن تعرف هذا الكمال الإلهي، قال تعالى: وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. وقال: فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. كأن الله سبحانه وتعالى رسم لنا طريقة تفكر من أجل أن نعرف الله العظيم. يعني بين الأرض وبين أقرب نجم ملتهب 4 سنوات ضوئية، والضوء يقطع في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر، وبالدقيقة ضرب 60، وبالساعة ضرب 60، وباليوم ضرب 24، وبالسنة ضرب 365، وب4 سنوات ضرب 4. هذه المسافة لو قسمت على 100، يعني في مركبة نركبها إلى هذا النجم، والسرعة 100، الناتج كم ساعة بدنا؟ لو قسمنا على 24 كم يوم؟ ولو قسمنا على 365 كم سنة؟ من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض عدا الشمس الذي بعده عنا 4 سنوات ضوئية، نحتاج إلى 50 مليون عام. من أجل أن نصل إلى أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية، أقرب نجم حصراً، نحتاج إلى 50 مليون عام. متى نصل إلى نجم القطب الذي بعده عنا 4,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى المرأة المسلسلة التي بعدها عنا 1,000,000 سنة ضوئية؟ ومتى نصل إلى مجرة اكتشفت حديثاً بعدها عنا 24 مليار سنة ضوئية؟ 24 مليار سنة ضوئية. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. خلق الله عظيم، كماله عظيم، يوم القيامة عظيم، قرآنه عظيم، وعده عظيم، وعيده عظيم. فلذلك المؤمن عظمة الله عز وجل ملأت نفسه، غير المؤمن عظمة مركبة، عظمة بيت، عظمة جمال امرأة. يعني غير المؤمن مأخوذ بالدنيا، بينما المؤمن مأخوذ
برب السماوات والأرض، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريباً واشتياقاً لقربنا، ولو لاح من أنوارنا لك لائح تركت جميع الكائنات بأجلنا، فما حبنا سهل وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلتنا. أيها الإخوة الكرام، يجب أن نجتهد في التفكر في خلق السماوات والأرض حتى ندرك طرفاً من اسم الله العظيم، حتى نسبح الله العظيم، حتى نكون من المسبحين لا أن نكون من الغافلين. وأكبر مصيبة تصيب الإنسان أن يكون من الغافلين. البشر نوعان، نوع عرف الله، عرف الله، عرف عظمته، عرف ما عنده من إكرام لو أطعته، عرف ما عنده من عذاب لو عصيته، عرف الله فانضبط بمنهجه وأحسن إلى خلقه فسلم وسعد في الدنيا والآخرة. وإنسان آخر غفل عن الله وتفلت من منهجه وأساء إلى خلقه فهلك وشقي في الدنيا والآخرة. وقد أقول ولن تجد في الأرض نموذجاً ثالثاً. أهل الأرض مؤمن وغير مؤمن، هناك من عرف العظيم وهناك من لم يعرفه، هناك من اتصل بالعظيم فسعد، هناك من لم يتصل به، فكيف بمن يحارب عباد الله؟ كيف بمن يحارب دينه؟ كيف بمن يضع نفسه في خندق مضاد للدين؟ هؤلاء أشقى البشر الذين وضعوا أنفسهم في خندق معاد للدين. الذين نصروا هذا الدين أين هم؟ في أعلى عليين، أسماؤهم في لوحات الشرف في التاريخ البشري، وهؤلاء الذين حاربوا الدين أين هم؟ في مزبلة التاريخ، في أسفل سافلين. والإنسان إما أن يكون فوق الملائكة وإما أن يكون أدنى من أحقر حيوان في الأرض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا في نهاية الآية أولئك هم شر البرية. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.